مساء الخير وأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام ببرنامجكم اليومي كاش لايف على قناتكم وقناة العائلة العراقية يو تي في. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نص رمضان تقريبا، وأكيد الجوائز اللي طيناها نقدية كانت طول هذا الشهر الكريم، ورح نبقى منا نهاية الشهر نوزع يوميا وياكم أكيد الساعة 10:40 من كل يوم رح نعطي جوائز بمئات الدولارات. مشاهدينا الكرام هذا البرنامج العراقي اللي ديكون وياكم أكيد على شاشتكم يو تي في، دنطي يوميا جوائز بمئات الدولارات. مثل ما قلنا تحياتنا إلى كل أصدقائنا اللي يتابعونا حاليا، وأكيد تحياتنا إلى أصدقائنا اللي يتابعونا على فيسبوك وتويتر وأيضا على تيك توك. نوجه لكم تحية كبيرة جدا على البث المباشر بفيسبوك، نوجه لكم تحية ونقول لكم نشروا هذا الفيديو على مود نجيب أكبر عدد من الناس تقدر تشترك ويانا وتكون موجودة ويانا بهذا البرنامج. مشاهدينا الكرام اليوم الحلقة راح تكون نار، لأن راح يكون ويانا ضيف رائع جدا بنهاية الحلقة. البارحة كان المفروض يكون ويانا، ولكن اليوم راح يكون ويانا على الأكيد. مشاهدينا الكرام كل يوم دا نطرح سؤال على الفيسبوك وعلى تويتر وعلى تيك توك، وأكيد يوميا دا ناخذ الإجابة. والبارحة طرعنا بسؤال بمن هو مؤلف مسرحية عطيل، والإجابة كانت مشاهدينا الكرام ويليام شكسبير هو الإجابة الصحيحة. أشكركم واحد واحد كلكم هو يا جو، وعلى فيسبوك وتويتر رفعت راسي، وأكيد دائما الرسائل اللي توصلنا يوميا على أرقام تليفوناتنا. والوقت الجديد مشاهدينا الكرام ده يكون مناسب للجميع لمتابعة هذا البرنامج الرائع إن شاء الله. مشاهدينا الكرام راح نروح حاليا ونشوف من هو صاحب الحظ السعيد بأول 200 دولار بحلقة اليوم كنترول. يلا راح نروح حاليا الى اول، راح نشوف الارقام بشكل عشوائي. مشاهدينا الكرام اعطينا الارقام كنترول، يلا روح اعطينا الارقام. اذا هاي الارقام مشاهدينا الكرام والكنترول ينتظر مني، وانا احب افاجئ الكنترول كل يوم. فش اخبارك استاذ؟ نقول ستوب. يلا اذا الرقم هو 0771554566. هذا الرقم اعزائي المشاهدين، وبعد اكو رقمين هو يعرفهم صاحب الحظ السعيد بحلقه اليوم 200 دولار صديق العزيز او صديقتي العزيزه، تصرفهم بالعافيه ان شاء الله. واكيد نتمنى لك ان شاء الله رمضان سعيد وكريم، ودائما كثف اتصالاتك. مشاهدينا الكرام باكر هم اكو سؤال اليوم، قصدي اكو سؤال وباكر راح نربح عليه 200 دولار. مشاهدينا الكرام راح نروح حاليا ونشوف سؤال حلقه اليوم من انا الباكر، تقدرون تجاوبون على هذا السؤال راح يطلع امامكم على الشاشه. كنترول الروح. يلا سؤال حلقه اليوم مشاهدينا الكرام يقول ما هي الصلاه التي فيها 4 مرات ركوع و4 مرات سجود؟ ما هي الصلاه التي فيها 4 مرات ركوع و4 مرات سجود؟ حاليا هذا السؤال مشاهدينا الكرام موجود على فيسبوك وتويتر، واكيد موجود ايضا على تيك توك عفوا. واكيد اليوم كانت اكو مسابقة على تيك توك ايضا راح نربح عليها 1,000,000 دينار عراقي مشاهدينا الكرام بهذا الزمن الصعب. مشاهدينا الكرام مثل ما قلنا اليوم راح يكون ويانا ضيف مميز جدا من نهاية الحلقة. هذا الضيف راح يكون موجود ويانا وراح يسأل سؤال الى الشخص اللي راح يجمع اكبر عدد او اكبر رقم من الدولارات. مشاهدينا الكرام راح يكون ويا هذا الضيف وراح يربحه ضيفنا 200 دولار على المبلغ اللي هو عنده. يوميا نكون وياكم، واكيد نقول لكم تحيات الكادر اللي موجود ويانا مشاهدينا الكرام، كل الشباب اللي يشتغلون ويانا اكيد لازم اشكرهم هواي صراحه، اشكرهم جميعا على يعني صبرهم ويانا بهذا البرنامج الرائع. مشاهدينا الكرام راح نبدي اكيد ببرنامجنا بحلقه اليوم، ونروح حاليا الى اول فاصل سريع وراها راح نرجع الى اتصالاتكم. كنترول روح اول فاصل. للاشتراك بمسابقة كاش لايف على يو تي في بشهر رمضان المبارك ارسل رسالة قصيرة SMS على الارقام التالية: من داخل العراق آسيا سيل 4388، كوركتر 2199، زين 2802، من خارج العراق 00821-6227-4103.
اذا مشاهدينا الكرام حاليا رجعنا وياكم، وبعد التذكير بالارقام اللي موجوده، هذه الارقام مشاهدينا الكرام تقدرون تبدون تدزون عليها اجاباتكم مشاهدينا الكرام للسؤال اللي سالناه في حلقه اليوم. راح نرجع نذكر مره ثانيه ونروح مشاهدينا الى اول مسابقه بحلقه اليوم. نقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. رمضان كريم أستاذ أحمد. رمضان كريم علينا وعليك، أهلا وسهلا. من ويانا؟ تمارا محمد. يا هلا بتمارا محمد. تمارا منين تتخابرينا تمارا؟ مديالة. مديالة، تحياتنا إلى مدينة ديالة، أكيد محافظة ديالة العزيزة. تمارا تتابعينا لوحدك لو هي العائلة اليوم؟ اي والله اليوم عندنا خطار وغوسه وكلهم يسلمون عليك. مع ذلك قررتي تتصلين بالبرنامج؟ تحيه لتمارا يا جماعه. اكيد 100%. اذا تمارا راح نروح حاليا الى المتصل الثاني، راح نشوف من ويانا ونرجع لك تمارا. يلا نشوف من ويانا. كنترول اعطينا تليفون ثاني. الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. يا هلا بيك يا استاذه، اهلا وسهلا بيك. من ويانا؟ الله يسلمك. ويا روان إيهاب من بغداد. يا هلا بروان إيهاب من بغداد. روان منين تتابعينا من بغداد؟ البرنامج هذا الرائع. الله يخليك ويطول بعمرك يا روان. روان والعائلة وتمارا والعائلة، أول مسابقة راح تكونون بحلقة اليوم إن شاء الله. دولارات كل شوية. تمارا جاهزة للدولاب؟ إن شاء الله. يلا يا تمارا والخطار كنترول الروح اعطينا الستوب من يمك تمارا. ستوب، قالت ستوب. إذا تمارا المجموعة رقم 9 يا تمارا، راح نروح حاليا إلى المتسابقة الثانية. روان جاهزة للدولاب؟ إن شاء الله. يلا يا روان الستوب من يمك كنترول اعطينا. نقول ستوب؟ نقول ستوب، ليش ما نقول ستوب؟ المجموعة رقم 7 وراح نبدي حاليا مشاهدينا الكرام ويا تمارا بالسؤال الأول. تمارا جاهزة؟ تمارا؟ نعم. يلا يا تمارا جاهزة للسؤال الأول؟ إن شاء الله. يلا إن شاء الله كنترول اعطينا السؤال الأول. روح. يصنع بهدف اختراق برامج الحاسوب، هل هو الفيروس كورونا لو البكتيريا؟ الفيروس. الفيروس أكيد إجابة صحيحة يا تمارا. الفيروس مو شرط يكون كورونا يا جماعة، الفيروس ممكن يكون فتش إلكتروني للكمبيوترات، ولذلك راح نروح الروان حاليا. روان جاهزة للسؤال الأول يا روان؟ يلا يا روان السؤال الأول كنترول الروح. السؤال يقول كتاب مشهور يصور حياة البخل بشكل فكاهي، هل هو كتاب البخلاء أم العروض أم لسان العرب؟ البخلاء أستاذ أحمد. لا تسأليني، أكيد كتاب البخلاء عن البخلاء. 100% إجابة صحيحة. 100% هذا الكتاب اللي كتاب ساخر عن حياة البخلاء، أكيد 100% إجابة صحيحة. راح نرجع حاليا إلى صديقتنا العزيزة تمارا. تمارا راح يكون السؤال الثاني عبارة عن صح أم خطأ يا تمارا. جاهزة يا تمارا للسؤال؟ بلي. يلا بلي روح اعطينا كنترول. تمارا البيتزا طبق طعام إيطالي الأصل، هل هذا صح أم خطأ؟ تمارا والله اشو جدي يقول لي صح. اكيد صحيح 100%. بيتزا اكيد الاكلة الايطالية الاشهر، بالاضافة الى الباستا او المعكرونة المعروفة بكل العالم، هي اصولها ايطالية والبيتزا اكيد ايطالية يا جماعة. 100% راح نروح حاليا الى روان. روان جاهزة للسؤال صح ام خطأ حاليا؟ جاهزة؟ يلا يلا روح كنترول اعطينا السؤال. روان الضفدع حيوان برمائي، صح لو غلط؟ اي صح صحيح اكيد. الضفدع هو الحيوان البرمائي، واللي لما للناس اللي ما تعرف يعني برمائي يعني يعيش بالبر والماء، فيعني صارت حصه احياء حاليا مشاهدينا الكرام. نعم. راح نروح حاليا الى فاصل سريع ونرجع وياكم بشكل سريع جدا. راح نروح الى فاصل مشاهدينا الكرام. تمارا عفوا تمارا وروان اريدكم تبقون ويانا على الاتصال. راح نروح فاصل سريع ونرجع وياكم. كنترول روح يلا.
اذا مشاهدينا الكرام رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل السريع، راح نرجع الى تمارا. تمارا بعد شوي انا تمارا. نعم ويا يلا يا تمارا، راح نروح حاليا الى السؤال الثالث يا تمارا. يلا يا تمارا كنترول روح اعطينا السؤال. يلا السؤال الثالث، كلمات مبعثرة. ليس ذا أبي، قال من الفتى، أنا من ولكن يقول كان الفتى. ها تمارا أول كلمة ليس الفتى. ليس الفتى من يقول كان أبي ولكن الفتى من ايه؟ نعم من يقول خائنة. عافية يا تمارا، إجابة صحيحة 100%، وصار 150 دولار يا تمارا. حاليا رح نرجع إلى المتسابقة الأولى روان. روان رح أعطيك كلمات مبعثرة يا روان، وأريد تعطيني الجملة المفيدة. يا رب سهلة إن شاء الله. يلا كنترول روان الروح. روان الكلمات يقولا القضاء، حان، ضاق، إذا الفضاء. القضاء، حان، ضاق، إذا الفضاء. والكلمة الأولى إذا حان. إذا حان القضاء. إيه؟ ضاق الفضاء. الله يا روان، 150 دولار صارا يا روان، إجابة صحيحة 100%. راح نروح حاليا مشاهدينا الكرام إلى النتائج بشكل سريع. روان وتمارا المتسابقات أول متسابقين ويانا بحلقة اليوم كنترول. اعطينا النتائج حاليا بين روان وتمارا. إذا روان وتمارا كل واحدة بيكم عدها 150 دولار، وهذا ما يعني إنه الإجابات كلها صحيح. راح نروح حاليا إلى تمارا والسؤال الرابع يا تمارا، جاهزة؟ راح أشوفك أربع صور أريد منك. يلا إن شاء الله وياك. يلا يا تمارا جاهز للسؤال؟ يلا يا تمارا كنترول روح. يلا يا تمارا شنو اللي يربط بين ذني الأربع صور؟ فرن؟ الفرن أو المخبز. إجابة صحيحة أكيد 100%، صار 200 يا تمارا، إجابة صحيحة أكيد 100%. وراح نروح حاليا إلى روان مشاهدينا الكرام ونشوف روان ايش راح يطلع لها. يلا روان جاهزة يا روان؟ جاهزة. يلا يا روان والسؤال الرابع، أربع صور كنترول روح. شنو الرابط بين ذني الأربع صور؟ فتشي نحتاجه بشكل دوري. نقول الميزان. الميزان إجابة صحيحة. الميزان لازم ننتبه له يا جماعة برمضان، 100% أكيد لازم ندير بالنا على الميزان يا جماعة. راح نروح حاليا إلى تمارا. تمارا راح أشوفك حاليا أربع راح أشوفك صورة حاليا تمارا، أريد تعرفي لي من صاحب. يلا وياكم إن شاء الله أكيد ما قصر بحالة. حتى يجيب البرتقال ديالك. الله على برتقال ديالك. المخرج ولك. الله شوف المخرج أغرت لا غاية. يلا راح أشوفك الصورة وأقول لك منه بسرعة. كنترول اعطينا الصورة بسرعة. يلا من هو صاحب هاي الصورة يا تمارا؟ شوف المخرج طلع لك صورة سهلة على مود البرتقال. أنا شوفها. أنا أقدر أعطيك الموسيقى مال هذا الشيء. ماريو؟ سوبر ماريو. أكيد إجابة صحيحة. صار 250 دولار. أعطاك إياها سهلة المخرج. يلا راح نروح حاليا إلى روان والصورة، وفي حالة روان معرفة الصورة تقدر تمارا تاخذ. أنا أعطيك لك لا صورة سهلة. ان شاء الله نريدها صوره سهله للمخرج. الحجيه تكلم عليك وايد. شوف دعوه الحجيه اكيد مهمه طبعا اكيد، وهناك اكو برتقال زميل المخرج، فاكيد يعني ان شاء الله احنا راح نستفاد لان كل الناس بدها تستفاد الا احنا يا مخ. يلا راح نروح نشوف الصوره. يلا اطول الصوره كنترول. روان منو صاحب هاي الصوره؟ روان سهل ياكل جزر وسريع. الأرنوب يقول أرنوب. أرنوب هو صحيح، إجابة بالعربي أرنوب، بس بالإنجليزي شو اسمه كان؟ بغز شنو؟ شنو غير الأرنوب؟ هو أرنوب إجابة صحيحة، بغز باني إجابته بالإنجليزي، الترجمة إلى العربي صار
أرنوب أكيد باكس باني شخصية كرتونية، بالمناسبة هو شخصية كرتونية من والت ديزني الأمريكية، ولما صار للوطن العربي صار أرنوب، فإجابة صحيحة أكيد. $250 صارا، راح نروح نشوف النتائج مشاهدينا الكرام، وصار عندنا دعاوي أكيد من الحجية إن شاء الله مقبولة دائما، وصار عندنا برتقال من ديالة. يلا نروح حاليا إلى النتائج مشاهدينا الكرام، بيناتهم بين روان وبين تمارا، 250 ل 250. تمارا عدت $250 يا تمارا، تاخذين $250 وترحين، لو تسويهن $500 هي ادمبل باعي المخرج حتجيب لك البرتقال. حطاب هات مطاطين البرتقال قبل شويه. المخرج يقول اخذي ال $250 باعي، المخرج قال 250 اخذين وروحي لان السؤال صعب. ها لا ادمبل ندبل، يلا ندبل، لا عاد ندبل البرتقال. يلا نروح كنترول الى سؤال الدبل ويا تمارا، نروح اعطينا السؤال. يلا السؤال يقول ما هي بلد المليون شاعر؟ والله صعبه. ايه موريتانيا. والله يا رب تمارا. يلا يا تمارا صار $500 ومطلوبة ب 5 كيلوات إن شاء الله برتقال. يلا نروح حاليا إلى تمارا. يلا ألف مبروك، ابقوا ويانا نهاية الحلقة، احتمال تكونين ويانا نهاية الحلقة ويا ضيف حلقة اليوم، راح يكون ضيف مميز. تمارا عدش $250 تاخذيهن وترحين، ها روان عفوا، روان عدش 250 ترحين لو تدبليهن إلى 500. لا أستاذ أحمد روح، هلا روح كنترول. يلا طينا سؤال الدبل روان. أول من بسط علم النحو، أول من شنو؟ أول من بسط علم النحو، أول من بسط علم النحو. إيه ها نقول سيبويه. الله يا رب إجابة صحيحة، $500 صارا يا روان، ألف مبروك وتحياتنا إليك وللعائلة أكيد، ودائما نوجه لكم تحية. شكرا إليك وشكرا لاتصالك، شكرا شكرا. إذا مشاهدينا الكرام مثل ما تشوفون يعني نحاول قدر الإمكان نربح كل الأصدقاء وهم يسدون الخط بوجهنا، ولكن إحنا نحاول أكيد نربح جميع الأصدقاء. مشاهدينا الكرام راح نروح إلى فاصل سريع ووراها راح نرجع فاصل كنترول، نروح يلا. للاشتراك بمسابقة كاش لايف على UTV بشهر رمضان المبارك، أرسل رسالة قصيرة SMS على الأرقام التالية: من داخل العراق آسيا سيل 4388، كورك تيل 2199، زين 2802، من خارج العراق 00821-6227-4103. مشاهدينا الكرام اكيد رجعنا وياكم بعد هذا الفاصل السريع، اللي ذكر بارقام التليفونات، اللي دائما اذكر بارقام التليفونات يرجعون يحطون فاصل بتذكير ارقام التليفونات، يعني اتعب على مو مشكله. المهم مشاهدينا الكرام راح نروح 100% راح نروح حاليا الى سؤال حلقه. قاموا يصيحون علي، اسف، لازم نذكر ارقام التليفونات مشاهدينا الكرام على مود اكيد تدزون رسائل نصيه وتكونون موجودين ويانا يوميا. راح نروح سؤال حلقة اليوم، أنا آسف والله، راح نروح إلى سؤال حلقة اليوم بشكل سريع ومباغت كنترول الطينة. السؤال الروح، إذا سؤال حلقة اليوم مشاهدينا الكرام يقول ما هي الصلاة التي فيها 4 مرات ركوع وأربع مرات سجود؟ أكيد ما هي الصلاة التي فيها 4 مرات ركوع وأربع مرات سجود؟ مشاهدينا الكرام هذا السؤال حاليا موجود على كل مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تويتر وايضا على تيك توك. مشاهدينا الكرام هذا السؤال اريدكم تفجرون الدنيا كومنتات تجاوبون بها على هذا السؤال، لان اتمنى ربحكم كلكم ولكن الموضوع مو بيدي. مشاهدينا الكرام اكيد مستمرين وياكم بمسابقتنا اليوميه ونقول الو 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 الو. يا اهلا وسهلا، يا هلا بيك، يا اهلا وسهلا، من ويانا؟ فلاح حسن. يا هلا بسيد فلاح. فلاح منين؟ ف...
فلاح حسن بعدين اسمك على اسم اللاعب. الله الكابتن فلاح حسن. ندهوك تحياتنا لك استاذ فلاح. فلاح حسن اذا الاستاذ فلاح حسن ويانا يا جماعه، احنا برنامج يستقبل النجوم. فلاح راح تبقى ويانا دقيقه ونرجع اكيد وياكم مره ثانيه الى اتصال ثاني. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا اهلا وسهلا. من ويانا؟ شلونك استاذ؟ وانت ويا شذا. شذا يا هلا بشذا. شذا شذا منين تخابرينا يا شذا؟ من بغداد. من بغداد. اذا فلاح حسن وشذا، اكو مغنيه اسمها فلاح حسن، يلا شذا وفلاح حسن. فلاح جاهز للدولاب يا فلاح؟ يلا يلا الى الدولاب. كنترول روح اعطينا الدولاب. يلا الستوب من عندك فلاح حسن. ها ستوب. قال ستوب. المجموعة رقم 6 فلاح حسن، وحاليا راح نروح الى شذا. شذا جاهزة للدولاب؟ نعم ان شاء الله. يلا يا شذا الستوب من يمك. المجموعة رقم 8 وراح ابدي حاليا ويا فلاح حسن من الدهوك. فلاح جاهز للسؤال الاول؟ نعم. يلا يا كنترول روح. اذا السؤال الاول يقول تاج محل من مواقع التراث العالمي موجودة في الهند لو الصين لو اسبانيا. تاج محل صديق الهند. اجابة صحيحة 100%. اكيد تاج محل واحدة من اهم المعالم الاثرية او التراثية في العالم، موجودة في الهند مشاهدينا الكرام. وهذه الهند اللي مبينة اكو بها فيروس جديد طالع يخوف. يلا نروح حاليا الى شذا. شذا راح نروح حاليا وياك الى السؤال الاول. كنترول راح الكنترول. كوالالمبور هي عاصمة ماليزيا لو اسبانيا لو مصر. اكيد اكيد مصر. ماليزيا. ماليزيا اجابة صحيحة 100%. فارا 50 يا شذا. شذا كوالالمبور اكيد هي العاصمة الماليزية، واكيد عاصمة جميلة جدا. راح نروح حاليا الى صديقنا فلاح حسن. فلاح راح اسألك السؤال الثاني. السؤال الثاني يا فلاح عبارة عن صح ام خطأ. جاهز للسؤال يا فلاح؟ نعم. يلا كنترول روح طير السؤال. البنكرياس مسؤول عن اطلاق هرمون الانسولين، صح لو غلط؟ العراق كله سكر يا فلاح. يلا اجابة صحيحة 50 دولار. اكيد البنكرياس هو احد الاعضاء المسؤولين عن افراز هرمون الانسولين، لذلك مرض السكر ياخذ اوبر وكذا. وريد مريد نصير برنامج صحي. يلا اوكي قولوا لي اسكت يا دكتور. اوكي شكرا شباب الكنترول لطيفين جدا. يلا راح نروح حاليا الى شذا. السؤال صح ام خطا يقول الفاكهة التي ذكرت في القرآن باسم الطلح هي الموز، صح لو غلط؟ يلا يا شذا. صح. صح اجابة صحيحة. اكيد الطلح هو الموز 100% ذكرت في القرآن الكريم. راح نرجع مشاهدينا الكرام الى فلاح حسن. فلاح من دهوك راح اعطيك كلمات مبعثرة حاليا صديقي، اريد منك ترتب لي اياها بطريقة مرتبة على مود تصير جملة مفهومة. جاهز يا فلاح؟ راح تكون صعبة، دير بالك دي يقولوا لي صعبة. يلا كنترول كنترول اعطينا السؤال روح. يلا مات اليتيم يتيم والده، إن العلم اليتيم ليس الذي قد والأدب. أول كلمتين ليس اليتيم. ليس اليتيم والأدب. ها والخطا ليس. إيه اليتيم. إيه ليس اليتيم. مات اليتيم الذي قد. فلاح من البداية من البداية. ليس اليتيم مات والده. ايه راحت يا فلاح راحت يا فلاح عليك يا فلاح. يلا بسيطة يا فلاح مو مشكلة راحت عليك يا فلاح. راح نروح نشوف ليس اليتيم الذي قد مات والده وإن اليتيم يتيم العلم والأدب. يلا نروح حاليا الى شذا مشاهدينا الكرام. راح نشوف شذا. شذا جاهزه للسؤال؟ كلمات مبعثره يا شذا كنترول اعطينا الكلمات. تعلم لغه مكرهم
من آمن قوم؟ من آمن قوم؟ لا، من تعلم أول كلمتين؟ من تعلم؟ إيه؟ لغة قوم آمن إيه؟ شرهم؟ الله عليك، إجابة صحيحة 100%، إجابة صحيحة يا شذا. صار 150 دولار. راح نروح حاليا إلى النتائج بين فلاح حسن وشذا. خلينا نشوف حاليا النتائج. كنترول، اعطينا النتائج. يلا، 100 دولار الشذا و 150 عفوا الشذا و 100 دولار الى فلاح. اذا راح نكمل مشاهدينا الكرام بين شذا وفلاح حسن، ولكن ايش وقت بعد هذا الفاصل. كنترول روح يلا. مشاهدينا رجعنا وياكم مرة ثانية، أكيد بعد هذا الفاصل السريع راح نكمل مسابقتنا ويا فلاح وشذا. فلاح بعدك ويانا يا فلاح؟ نعم. ألو فلاح؟ نعم يا يلا يا فلاح. راح نروح حاليا بسرعة للسؤال الرابع، وأريدك تعطيني كلمة تكون هي الرابط بين ذني الأربع صور. كنترول روح، ما الذي يربط بين ذني الأربع صور يا فلاح؟ طيارة وقطار وسيارة وباخرة، شنو اللي يربطهم؟ محطة نقل. نقل، مواصلات، أكيد إجابة صحيحة 100%. صار 150 دولار، إجابة صحيحة أكيد وسائل النقل 100%. حاليا راح نروح إلى شذا. شذا بعد شويانا يا شذا. راح نروح شذا، للأسف خسرنا الاتصال ويا شذا يا جماعة، شايفين هاي مشكلة البريكات. يلا راح نروح حاليا إلى فلاح. فلاح بما أنه أنت بعدك ويانا، راح نروح إلى السؤال الخامس يا فلاح وياك. فلاح جاهز للسؤال الخامس؟ جاهز. يلا أخوي فلاح اعطينا، من هو صاحب هذه الصورة؟ من هو صاحب هذه الصورة يا فلاح؟ ملحن ومطرب مصري، شيخ الملحنين كان لقبه. فلاح هذا الملحن اسمه اول اسم ها شنو هذا الاسم؟ اول حرف سين. سيد ها سيد مكاوي. سيد مكاوي، اجابه صحيحه يا فلاح، خوفتنا يا فلاح. سيد مكاوي اكيد هو الملحن العملاق المصري، اكيد سيد مكاوي اجابة صحيحة. للأسف مشاهدينا احنا خسرنا اتصال شذا، وراح عليها السؤال وراح عليها كل شيء. راح نروح نشوف النتائج حاليا، اكيد المبلغ المتبقي بحسابها راح تاخذه، وراح راح تاخذ المبلغ، ولكن خلينا نشوف حاليا النتائج بيناتهم. 150 دولار الشذا راح تاخذهن، الف مبروك. فلاح الك 200 دولار، تريد تدبلهن ال 400 لو تكتفي بهذا القدر؟ لا، سحب. الله يا فلاح، صفقة الفلاح للرضا والتواضع والقمة. فلاح يعني الانسحاب. فلاح أكيد ألف مبروك لك ال 200 دولار صديقي العزيز. مشاهدينا الكرام احنا أكيد مستمرين وياكم دائما على قناتكم وقناة العائلة العراقية، وناخذ اتصال جديد ونقول ألو. ألو يا أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا. يا هلا بيك، يا أهلا وسهلا، من ويانا؟ فراس من الحلة. يا هلا فراس من الحلة، يا هلا فراس. فراس دا تخابرنا من الحلة. رمضان كريم عليكم. حبيب قلبي يا فراس، رمضان كريم عليك وعلى العائلة ان شاء الله. فراس دا تتابعنا لوحدك لو ويا العائلة؟ وانت بخير، وانت بألف خير يا حبيب. وتحياتي للقائمين بالبرنامج والقائمين على هاي القناة العظيمة والله. شهادة يعني نعتز بيها. العائلة العراقية. الله يخليك ويطول بعمرك يا صديقي العزيز. أريد منك تطيني دقيقة. الله عليك، شنو هاي؟ لازم نعطيك جائزة. يلا، إذا راح نروح إلى. بالله رقم واحد. ولمين اتصلت بيه؟ أجل قرايبي كيل هم الحمد لله وشكر صلنا يبدي 35 نفر. هاي يا خلص راح تربح بدون أي شيء، راح أساعدك لو أنطرد من القناة راح أساعدك. خلينا صديقي نروح إلى اتصال ثاني ونشوف من راح يكون وياك. نقول ألو. يلا ألو ألو ألو
الو علي علاوي ده تسمعني من التلفزيون والتلفزيون بعيد فاريدك تسمعني من التليفون. الو السلام عليكم استاذ. هلا وحبيبي علاوي علاوي اريدك تسمعني من التليفون فدوا اروح لك ارجوك ترى تعبت. علي عايد من بغداد. يلا علاوي. اذا علاوي والمتسابق الاول حاليا فراس. فراس راح ادي وياك حاليا ونروح حاليا انا وياك للدولاب. جاهز يا فراس؟ فراس بعدك ويانا؟ ويا يلا ويا فراس راح نروح للدولاب. اريد الستوب منك يا فراس. يلا اوكي يلا الستوب أوكي. من يمك اوكي. المجموعة رقم واحد يا فراس ونروح حاليا الى علي. علي بعدك ويانا علي؟ نعم تاك. يلا علاوي راح اعطيك الدولاب واريد الستوب من يمك صديقي العزيز روح. يلا يا علي ستوب يا علي. نعم استاذ جاهز. يلا ستوب. علي قال ستوب. المجموعة رقم خمسة يا علي راح نروح حاليا الى فراس. فراس جاهز طيب. للسؤال الاول يا فراس؟ نعم جاهز ان شاء الله ان شاء الله. هي تمام اخذنا خلصنا مرحلة الستوبات هسه نعم. مرحلة الاسئلة راح نروح حاليا الى السؤال الاول ويا فراس. فراس السؤال الاول يقول كنترول روح. تقع مدينة يافا على ساحل البحر الأبيض وهي مدينة فلسطينية لو عراقية لو جزائرية. مدينة يافا؟ اي يافا فلسطينية اكيد اكيد فلسطينية اكيد 100% فراس اجابة صحيحة. مدينة يافا وحيفا وذكرها الشاعر محمد مهدي الجواهري في واحدة من قصائده العظيمة. فنروح حاليا الى صديقنا العزيز. يلا يا علي. علي جاهز يا علي للسؤال الاول؟ نعم استاذ ان شاء الله. نعم دائما. يلا نروح كنترول. السؤال يقول مدينة عراقية تتكئ على الضفة الغربية لشط العرب هل هي البصرة لو الفلوجة لو الانبار؟ يعني الفلوجة الانبار مو البصرة اكيد البصرة يا علي اجابة صحيحة 100% 50 صورة 50 صورة شوف هاي بنهاية رمضان الواحد يقوم يخربط ف50 دولار اسمهن يا احمد والله وايد طيت فلوس. يلا على كل حال راح نروح حاليا الى فراس. فراس السؤال الثاني راح يكون عبارة عن صح أم خطأ كنترول الروح. يلا يلا يا فراس. من ميزات الفاصوليا بأنواعها إنها مصدر غني بالألياف صح لو غلط؟ يقولون بها هواية ألياف الفاصوليا صحيح أكيد بها ألياف وتسوي انتفاخات. يلا اذا الفاصوليا اكيد بها هواية الياف يا استاذ واكيد حنروح حاليا الى علي. علي اريدك تركز بالسؤال راح يكون عبارة عن سؤال صح ام خطأ كنترول روح. يلا علي. الماموس هو حيوان منقرض من فصيلة الفيلة هل هذا صح ام خطأ؟ صح اكيد الماموس هو بداية هو منقرض اكيد ولقوا به لقوه كحفورة قبل مليون سنة تقريبا. اذا راح نروح حاليا الى فراس. فراس والسؤال الثالث حاليا والسؤال الثالث يا فراس هو عبارة عن كلمات متبعثرة اريد منك تطيني الجملة المفيدة. يلا يا فراس روح طينا السؤال. فراس اشترى الثمين ثمن بلا ثمن من الرخيص باع باغلى. اول كلمتين من باعه اول كلمة من باعه اي من باعه من باعه الرخيص لا من باعه الثمين هو دائما اكو غدر بالموضوع فمن باعه الثمين من باعه الثمين بلا ثمن اشترى الرخيص لاعلى ثمن صفقونا يا جماعه والله يستاهل اجابه صحيحه يا فراس صار 150 دولار راح نروح لعلي. علي راح اعطيك كلمات متبعثره حاليا صديقي العزيز اريدك منك ترتب لي اياهن بجمله مفيده اريد منك يا علي ترتبهن. جاهز يا علي؟ نعم استاذ. يلا يا علي روح. علي عليك الايام ويوم دول يوم لك. اول كلمتين الايام دول لا استاذ اول كلمتين الايام دول والله سهله يا علي هي اصعب شيء كان الايام دول وراها معروفه
ها يا علي. لا يا علي. أيام دول. أكيد أكيد صحيح. الأيام دول شبيه. أيام دول. إيه. عليك الأيام دول. والله يا علي لا. للأسف يا علي. للأسف يا علي راحت الأيام دول يوم إلك ويوم عليك. راحت يا علي مو مشكلة. بعد قدامك فرصتين على الله ويلا مو مشكلة. إذا علي وفراس. علي راحت عليك خلص أنا آسف. حاولنا والله يا علي. علاوي نروح حاليا الى النتائج مشاهدينا الكرام. فراس وعلي نشوف النتائج بيناتهم. 150 دولار الفراس و100 دولار العلي. راح نرجع ويا علاوي ويا فراس عفوا. فراس راح اشوفك اربع صور حاليا اريدك تعطيني جمله او كلمه تربط بيناتهم. جاهز يا فراس؟ جاهز ان شاء الله دائما يا فراس. كنترول روح يلا اعطيني الرابط بين ذني الاربع صور. شوف هو اسم دولة. كنا الأيام. دولة يا فراس بيها كناغر وبيها مبنى معروف. دبي؟ لا مو دبي. دبي ما بيها كناغر. بيها أبراج. ها سيدني صحيح. سيدني سيدني. سيدني. أي يا دولة هاي؟ سيدني. سيدني باستراليا نعتبرها صحيحة يا جماعة. صحيحة 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 يلا صحيحة يلا اذا نعتبرها صحيحة سيدني يلا 100% اعتبرنا لك اياها صحيحة. علاوي راح نروح حاليا يا علي اشوفك اربع صور اريدك تعطيني الرابط بين ذني الاربع صور واكيد 100% تعطيني اياهن بكلمة واحدة. كنترول اعطينا الاربع صور روح يلا. شنو الرابط بين ذني الاربع صور يا علي؟ شوف هي دولة تتصف بانها دولة سعيدة بس. اكو اغنية معروفة انها تقول حبيبي انت وينك من زمان. كان بيها مغني معروف الاصل انشهر بالسعودية بس هو اصلا من هناك ابو بكر سالم. سر حبي فيك غامض يا علي. علي اليمن يا علي. راحت يا علي والله راحت. اليمن اليمن السعيد اكيد. اليمن واحدة من اجمل الدول العربية واصل العرب 100%. اليمن راحت حاليا. راح نروح الى فراس مشاهدينا الكرام. فراس راح اشوفك صورة بحالة عرفت صاحب الصورة راح تاخذ 50 دولار. بحالة ما عرفت صاحب الصورة ممكن علي يعرف صاحب الصورة وياخذ 50 دولار. فلذلك علاوي فراس منو صاحب هاي الصورة يا فراس؟ وياك. يلا فراس منو صاحب هاي الصورة؟ وياك. جاهز الكاميرا. ايه اليوم كله كرتون. فراس منو صاحب هاي الصورة؟ عن كرتون. ايه. بطوط. هو صراحة صح بطوط ولكن بالانجليزي جسمه. بطوط بالانجليزي؟ وين جت لي احد؟ ما هو هذا المطلوب صراحة. هو مو بطوط طلع بالنهاية انا غلطان. والله راحت يا فراس. علي تعرف منو صاحب هاي الصورة يا علي؟ علي علي نعم استاذ. تعرف منو صاحب هاي؟ ساعدني استاذ. والله صعبة شوية صعبة. راح السؤال. دكي دك هو صاحب هذه الشخصية. اكيد راح السؤال. نقار الخشب. نقار الخشب هذا طير موجود مستقل. دكي دك هو شخصية كرتونية معروفة أكيد. مو مشكلة. راح نروح لعلي حاليا مشاهدينا الكرام. علاوي راح أشوفك حاليا صورة وأريدك أريد منك تعرف لي منو صاحب هاي الصورة. بحالة عرفتها راح تاخذ 50 دولار. بحالة ما عرفتها راح يتحول السؤال إلى فراس. كنترول الروح يلا اعطينا الصورة يلا. من هو صاحب هذه الصورة؟ ممثل مصري كوميدي راحل وصوته جميل جدا. علاوي فراس بحالة ما عرفته ما عرفه علي تقدر تاخذ السؤال بعد شوية من حول لك السؤال. علي عرفت من هو؟ اتوقع راح. راح. فراس تعرف السؤال؟ تعرف منو صاحب هاي الصورة؟ الله يا فراس اجابة صحيحة. تحول السؤال الى فراس واخذ
$50 سيد زيان هو الفنان المصري اكيد الراحل صاحب الصوت الجميل. مشاهدينا الكرام راح نروح الى النتائج بشكل سريع. كنترول اعطينا النتائج يلا الوقت يا كنترول. $250 الفراس وعوض بالنهايه $100 العلاوي $100 الف مبروك عليك يا علي. فراس حاليا عندك $250 تدبل لو تنسحب. يلا ان شاء الله ان شاء الله وياك تبقى خير. فراس تقولوا لي شويه صعب متاكد؟ والله راح اعتمد على الموجودين واعتمد عليكم يا رب. يا الله ان شاء الله. فراس كنترول اعطينا سؤال الدبل روح يلا. فراس نهر دجلة يقسم بغداد شطرين ما هما؟ كلش صعب. فراس وياك يلا. نهر دجلة يقسم بغداد الى شطرين او نصين ما هما؟ شو اسمهم؟ اي عفو يا فراس صار $500 الف مبروك يا فراس. ضحكت عليك قلت لك سؤال صعب ولكن طلع كلش صعب. شكرا لك يا فراس صار $500 ابقى ويانا احتمال تكون انت ويانا بالحلقه اكيد. مشاهدينا الكرام راح نروح حاليا الى فقره الضيف وهي الفقره النهائيه اللي راح تكون ويانا. راح نطلع فاصل ولا كنترول؟ ما راح نطلع اكيد. راح يكون ويانا ضيف حاليا مشاهدينا الكرام واحد من اروع الشعراء حاليا بالساحه الفنيه العراقيه واكيد راح يكون ويانا على الهواء مباشره. ما اعرف اذا بعد جاهز او لا شباب ولكن مشاهدينا الكرام كل يوم دا يكون ويانا ضيف مميز اكيد واكيد يوميا دا يطرح هذا الضيف سؤال على واحد من اللاعبين او المتسابقين ويسأله حاليا يسأله سؤال ب $200 في حاله عرف الجواب ياخذ $200 وعلى الاغلب دائما دا يساعد الجميع. فأكيد مشاهدينا الكرام راح يكونوا ويانا على الهواء مباشرة بس نجهز الاتصال. أكيد مشاهدينا الكرام دائما تمارا راح تكونوا ويانا شباب. تمارا المتسابقة اللي راح تكونوا ويانا من المتسابقين اللي فازوا. تمارا ألو بعد شو يانا؟ ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. تمارا أول شيء ألف مبروك إليك. حاليا راح راح يكون ويانا الضيف. الضيف راح يسألك سؤال يا تمارا أريدك تركزين بهذا السؤال. احنا بدنا ننتظر الضيف حاليا راح يكون ويانا على الشاشة العملاقة واكيد راح يسألك هذا السؤال. شنو شعورك يا تمارا عندك $500 لحد الان؟ والله فرحانة والله فرحانة واشكركم يعني هواية. والله احنا نشكرك نشكر اتصالك دائما يا تمارا. اكيد تمارا طبعا ويا العائلة كنت تتابعين اليوم وجاوبتي على الاجوبة دائما. مشاهدينا الكرام دائما اكيد احنا موجودين وياكم يوميا بخلال شهر رمضان المبارك. بعد الضيف ما جاهز وانا لازم اضيع وقت ولكن بعدنا اكيد مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام ويوميا تقدرون تكونون موجودين ويانا بحلقاتنا اليوم احنا. تمارا للاسف واكيد مشاهدينا الكرام احنا كان المفروض يكون ويانا اليوم ضيف مميز جدا اكيد الشاعر العراقي حيدر الاسير كان المفروض يكون موجود ويانا ولكن الواضح اكو مشكله بالاتصال ويا حيدر الاسير الشاعر العراقي. نتمنى لكم اكيد ليله سعيده وان شاء الله باكر راح يكون ويانا ضيف ضيفنا ان شاء الله هو الفنان اكيد والشاعر العراقي حيدر الاسير. للاسف ما مشت الامور مثل ما توقعنا ولكن برنامج مباشر ممكن يصير به هوايه مشاكل. على كل حال مشاهدينا الكرام منا الباكر نريدكم دائما تجاوبون على سؤال الحلقه اليوم بدنا نطرحه على مواقع التواصل الاجتماعي واكيد من خلال الرسائل النصيه ومن خلال ايضا فيسبوك تويتر وتيك توك واكو مسابقه تيك توك لا تنسوها مشاهدينا الكرام. منا الباكر الله يحفظكم ويحفظ العراق ويحفظ عنا بكل مكان في العالم. منا الباكر لا تنسون تشيرون هذا اللايف وتجاوبون بكومنتات يلا في ملا.